وهنا حاله مهمه جدا جدا وصوف حاله الهدف الاول. الهدف وانا قلت وانا قاعد وكنت هادي جدا وقلت ان الهدف هدف صحيح، ان المساعد المساعده اللي هي الثانيه نشوف هنا الهدف وهدف جميل. هي رفعت الرايه، بقول رفعتها، انا بقول ان الفار هنا انقذ الحكم المساعد الثاني من هدف صحيح لامام عاشور. شوف يا كابتن سهل قوي تمركز ولا اروع للمساعده يا كابتن اسامه. شفتش الرجل، شوف تمركز هي مع اخر ثاني مدافع تمام، ولكن هي ما ربطتش كويس قوي بالرجل. بالرجل، برافو يا كابتن عادل. اللاعب الثالث القدم واضحه جدا جدا مغطيه التسلل، وبالتالي هنا الهدف كان هدف صحيح لامام عاشور، واللي مغطي برجليه هنا عبد الله السعيد بالظبط. الرجل ممتده هنا بالظبط. هي اوباما ولا عبد الله يا اسامه؟ ده على ما اعتقد عبد الله السعيد. هنا القدم مغطيه، وبالتالي هنا الفار كان شاطر قوي وجاب اللعبه وجاب الحاله، وشايفين الخطوط الخط الازرق والخط الاحمر، وهنا هدف صحيح الفار ينقذ الحكم مساعد. خد انذار هشام امام عاشور، خد انذار يا كابتن جلال. وده لا يعني ده اللي احنا من خلال قناه النادي الاهلي بنوضحه. طب لو الهدف اتلغى يتلغي الانذار؟ لا ده السؤال بقى. لا ما يتلغيش، ده تشرف، لا ما يتلغيش، ده سلوك معروف ان هو بيتاخد عليه انذار. يعني هو مفترض ان اللاعب لما بيجيب هدف يا كابتن بلال كابتن ماهر وبيقلع تيشيرت بياخد انذار. يفضل دلوقتي لو الهدف اتلغى، ده ثقافه للعيبه ولل لو الهدف اتلغى يفضل الانذار، يفضل الانذار موجود بالظبط. اختصرنا لو عنده انذار تاني هنا بندي الانذار للسلوك. سواء الهدف سجل او لم يسجل الهدف، هنا الانذار بيبقى بطاقه مشهوره. بنقول الكلام دوت ليه يا كابتن اسامه؟ عشان تبقى اللعيبه كمان عندها الثقافه التحكيميه. زي ما قلنا الحكم اخطا، ولكن نتيجه وفوز النادي الاهلي النهارده اعتقد غطت على الاخطاء التحكيميه. مبروك تاني للنادي الاهلي، مبروك على الشكل الرائع النهارده اللي تمت بيه المباراه يا كابتن اسامه. مزيد من التوفيق للكره المصريه ان شاء الله في الفتره القادمه.